بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 47. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ما زلنا فضيلة الشيخ مع المؤلف رحمه الله تعالى في حديثه عن صلاة العيدين، وقفنا على قوله رحمه الله: ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الإحرام. نعم، صفة صلاة العيد، صلاة العيد ركعتان. نعم، وهذا بدلالة الكتاب، بدلالة السنة، وبدلالة الإجماع على هذا. السنة المستفيضة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي العيد ركعتين، وكذلك أجمع المسلمون على أن صلاة العيد ركعتان، ومحلهما قبل الخطبة. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن صلاة العيد قبل الخطبة، لأن هذا هو المشهور عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه، أنهم كانوا يصلون العيد قبل الخطبة. نعم، قال: يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح. ومن صفة صلاة العيد أنه يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل الاستفتاح بست تكبيرات زوائد، ست تكبيرات زوائد، فيكون المجموع مع تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات. يقف بين كل تكبيرتين وقوفا يسيرا، ويذكر الله سرا بين التكبيرتين. هذا في الركعة الأولى. وفي الثانية يكبر خمسة تكبيرات، يكبر خمس تكبيرات بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل في الركعة الأولى قبل الاستفتاح والتعوذ، وفي الركعة الثانية قبل القراءة، ولا يفصل بين التكبيرات والقراءة، بل من حين تنتهي التكبيرات الزوائد يشرع في القراءة. نعم، قال: يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة. نعم، وفي الثانية قبل القراءة خمسة. هذا هو الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الزوائد في الركعة الأولى من صلاة العيد تكبيرات الزوائد ست، وأما في الركعة الثانية فهي خمس تكبيرات، ثم بعدها يقرأ الفاتحة. نعم، يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يديه مع التكبير بصفة عامة، يدخل في ذلك تكبيرات صلاة العيد. نعم، ويقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا بين التكبيرات الزوائد، يفصل بينها بين كل تكبيرتين بفصل يسير، ويأتي بهذا الذكر: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يقول ذلك سرا، وإن أتى بذكر غيره فلا بأس بذلك. نعم، قال: وإن أحب قال غير ذلك. نعم، يعني هذا
معنى أنه إذا جاء بغير الذكر الذي ذكره المؤلف فلا بأس بذلك. نعم. ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية. ومن صفة صلاة العيد أنها يجهر فيها بالقراءة وإن كانت في النهار، لأنها من الصلوات التي يجتمع لها الناس كصلاة الجمعة، فيجهر فيها في القراءة كما يجهر في صلاة الجمعة. ويقرأ في الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السنة والأفضل، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس. نعم. قال: فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة. فإذا سلم من صلاة العيد فإنه يخطب خطبة العيد. اختلف العلماء هل يخطب خطبتين أو خطبة واحدة، والراجح والذي عليه الأكثر أنه يخطب خطبتين، يفصل بينهما بجلوس كما في صلاة الجمعة، لأن هذا هو الوارد من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. كما أنه يكبر تكبيرات في صلاة العيد، التكبيرات التي مضى ذكرها، كذلك افتتح الخطبتين بالتكبير، لأن الوقت وقت التكبير، خصوصا عيد الفطر. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وكذلك في خطبة عيد الأضحى الوقت وقت تكبير أيضا، وقت ذكر لله عز وجل، فيظهر ذلك في الخطبتين كما يظهره في الصلاة، ويكون ذلك في ابتداء الخطبتين، يفتتح الخطبتين بالتكبير. نعم. يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون. هذا موضوع صلاة، موضوع خطبة صلاة العيد، أن يتناول بالدرجة الأولى أحكام صدقة الفطر، لأنهم قد يجهلون أحكامها، فيبين ذلك لهم ليتداركوا ما حصل منهم من خطأ. وكذلك في صلاة عيد الأضحى يبين لهم أحكام الأضحية، ويبين لهم المجزي في الأضاحي والذي لا يجزي، ويبين لهم وقت ذبح الأضاحي، حتى يكونوا على بصيرة من عبادته. وهذا هو المقصود من الخطب في الجمع وفي الأعياد وفي الاستسقاء، المقصود من الخطب تنبيه الناس على ما يحتاجون إليه في عباداتهم، في عقائدهم وفي عباداتهم. فدل على أن الخطيب يختار المناسبة لموضوع الخطبة بما يحتاجه الناس في وقتهم، بما يحتاجه الناس في وقتهم، فيبين لهم ذلك، ويزيد على موضوع صدقة الفطر في خطبة عيد الفطر، وعلى موضوع أحكام الأضاحي في خطبة عيد الأضحى، يزيد بما يحتاجه الناس من النهي عن المحرمات، والحث على فعل الواجبات، ولا سيما أمرهم بالمعروف نهيهم عن المنكر، وأمرهم بترك الربا، وأمرهم نهيهم عن الإسبال في الثياب، لأن هذا وقت زينة ووقت
ربما يكون فيهم من هو مسبل بثيابه، وكذلك نهيهم عن إطلاق البصر والنظر إلى ما حرم الله في هذا الاجتماع، ولا سيما حضور النساء، فقد يحصل من أحد منهم تساهل في هذا الأمر فيحثهم على غض البصر وينهاهم عن أسباب الفواحش وأسباب الزنا. فهكذا ينبغي أن تكون خطب العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر، لأنها اجتماعات عظيمة، فيحتاج الناس إلى أن ينبهوا على مهمات أمور عقيدتهم وأمور دينهم. نعم. قال: ويرغبهم في الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها والتكبيرات الزوائد والذكر بينها. نعم. والخطبتان سنة. الخطبتان في صلاة العيد سنة، بخلاف الجمعة فإنه سبق أن الخطبتين في صلاة الجمعة شرط لصحة صلاة الجمعة، أما الخطبتان في العيدين فهما سنة، فتصح العيد بدونهما، تصح صلاة العيد بدون الخطبتين، لكن الأفضل والمستحب أن يؤتى بالخطبتين. والدليل على أنهما سنة، الدليل على أنهما سنة أن خطبة العيدين بعد الصلاة، في حين أن خطبتي الجمعة قبل الصلاة، لأن الشرط يتقدم المشروط. فلما كانت خطبة الجمعة شرطا لصحتها قدمت عليها، ولما كانت خطبة العيد ليست شرطا لصحتها تأخرت عنها. وبدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام وصعد المنبر وقال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. من أحكام صلاة العيد أنها لا يصلى قبلها ولا بعدها في موضعها، يعني في مصلى العيد، فمن جاء لصلاة العيد فإنه يجلس ولا يصلي، وإذا أكمل صلاة العيد فإنه ينصرف ولا يصلي بعدها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصلي قبلها ولا بعدها. نعم. فلا يقول الإنسان: أنا أصلي تحية المسجد أو أصلي صلاة الضحى. إذا أردت أن تصلي صلاة الضحى صليها في مكان آخر، ولا تصليها في مصلى العيد قبلها أو بعدها، لئلا يظن الناس أن ذلك مستحب أو أن ذلك من صلاة العيد. نعم. قال رحمه الله: ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. من فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها فإنه يقضيها، إن فاته بعضها قضى البقية، وإن فاتته كلها قضاها كلها على صفتها، بتكبيراتها الزوائد والجهر بالقراءة وقراءة سبح والغاشية في الركعتين على صفة صلاة العيد، سواء قضوها جماعة أو فرادى، إلا أنه لا يخطب لها. من فاتته العيد أو فاتتهم صلاة العيد يقتصرون على فعل الركعتين بدون، لأن تكفي خطبة الإمام. نعم. قال: ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيد وفي فطر آكد. يسن التكبير المطلق يعني غير المقيد بأدبار الصلوات، لأن التكبير على قسمين: تكبير مطلق وهو الذي يقال في جميع الأوقات، وتكبير مقيد وهو الذي يقال في أدبار الصلوات المفروضات في جماعة، الصلوات المفروضات في جماعة كما يأتي. التكبير المطلق مسنون في ليلتي العيدين لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وقال جل وعلا في أيام المعدودات والمعلومات: واذكروا الله في أيام معلومات،
فاذكروا الله في أيام معدودات. معلومات في الأول جاء ذكر المعلومات، وليذكروا الله، وليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال في الآية الأخرى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والأيام المعلومات هي أيام العشر، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، هي أيام التشريق. فالذكر في هذه الأيام ذكر الله بالتكفير في ليلتي العيدين وعشر ذي الحجة مستحب ومتأكد من دخول عشر ذي الحجة إلى اليوم إلى اليوم العاشر لمن لم يحج، كل هذا وقت لذكر الله عز وجل إلى اليوم التاسع. فإذا جاء اليوم التاسع فهنا بالنسبة لغير الحاج يبدأ التكبير المقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وأما بالنسبة للحاج فيبدأ التكبير المقيد من ظهر يوم النحر، من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، لأنه كان قبل ذلك مشغولا بأداء المناسك وبالتلبية. قبل ذلك يكون الحاج مشغولا بالتلبية، فإذا فرغ من مناسك الحج في يوم النحر وجاء صلاة الظهر فإنه يبدأ التكبير المقيد. نعم. قال وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة. في فطر آكد لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدى. فإذا ثبت دخول شهر شوال وانتهاء شهر رمضان فإنه يبدأ التكبير من رؤية الهلال، ويستمر في طوال الليل إلى أن يخرج إلى المصلى، إلى أن يخرج إلى المصلى. كل هذا وقت لذكر الله في صلاة عيد، في عيد الأضحى، في عيد الفطر، في عيد الفطر. وأما عيد الأضحى فيبدأ التكبير المطلق من دخول عشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة بالنسبة لغير الحاج، وإلى ظهر يوم النحر بالنسبة للحاج، ثم يبدأ التكبير المقيد كما سبق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والمقيد عقب كل فريضة في جماعة. المقيد هو الذي يتابه عقب كل صلاة فريضة في جماعة من الصلوات الخمس. أما لو صلى منفردا فإنه لا يأتي بالذكر المقيد، وإنما هذا إذا صلى مع الجماعة، فإنه إذا أتى بالأذكار الموظفة بعد الصلاة يأتي بالتكبيرات في هذه الأيام. قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، مع قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، يعني أيام التشريق. نعم. قال من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم كما سبق. وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق، سميت بأيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون لحوم الهدي، يعني ينشرونها في الشمس لتجفف، سميت أيام التشريق. نعم. قال وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. إذا صلى مع جماعة ونسي التكبير المقيد فإنه يقضيه متى ذكره، ما لم يحدث يعني ينتقض وضوءه، أو يخرج من المسجد لحصول الفصل بين الصلاة وبين الذكر، فإذا انتقض وضوءه فلا يأتي بالذكر، أو خرج من المسجد لأن التكبير مقيد بعقب الصلاة ودبر الصلاة، فإذا خرج من المسجد انفصل الذكر عن آخر أو عن دبر الصلاة. نعم.
ولا يسن عقب صلاة عيد. لا يدخل تدخل صلاة العيد في التكبير المقيد، إنما هذا في الصلوات المفروضة، الصلوات الخمس. التكبير المقيد خاص بالصلوات الخمس، وخاص بمن صلى مع جماعة كما سبق. نعم. وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. صفة التكبير شفعا يعني مثنى ثنتين ثنتين، الله أكبر الله أكبر، هذا الشفع. ثم الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، كرره في الموضعين مرتين مرتين، هذا معنى الشفع. ولا يقتصر على تكبيرة واحدة، كان يقول الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، لا، بل يكرر التكبير مرتين على صفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف. الكسوف هو تغير ضوء النيرين، الشمس أو القمر، يقال له الكسوف ويقال له الخسوف بالخاء. وقيل إن الكسوف خاص بالشمس والخسوف خاص بالقمر، والصحيح أن الخسوف والكسوف مشتركان بين الشمس والقمر، ومعناه تغير ضوء الشمس وضوء القمر بسبب ما يعرض لهما من الأحوال، وذلك معروف عند أهل الحساب وعلماء الفلك، سبب الكسوف سبب الخسوف. سبب كسوف الشمس هو حيلولة القمر بينها وبين الأرض، حيلولة القمر بينها وبين الأرض، فيأتي ظل القمر على الشمس فيحجب ضوءها أو بعضها، وذلك إذا اجتمعت الشمس والقمر، يسمى حالة الاجتماع، ولا يكون هذا إلا في أيام الاستسرار، يعني قرب القمر من الشمس، وهي التاسع والعشرين أو الثلاثين، هذا وقت خسوف أو كسوف الشمس. وأما كسوف القمر فسببه حيلولة الأرض بين الشمس والقمر إذا تقابلا، تقابل النيران وصارت الأرض بينهما، فإن ظل الأرض يقع على القمر فلا يصل إليه ضوء الشمس، لأن نور القمر مستفاد من الشمس، فإذا حجبت الأرض الشمس عن القمر حصل الكسوف. هذا السبب الذي أجراه الله سبحانه وتعالى، وهو سبب معروف يعرفه الحسابون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا عند ذلك الصلاة والذكر والصدقة والتضرع إلى الله، لأنه يخشى أن يكون هذا الكسوف علامة عذاب، يخشى أن يكون هذا الكسوف أو الخسوف علامة عذاب سيحدث في الأرض، وإن كان معروفا وقوعه بالحساب فهذا لا يمنع أن يجعله الله علامة عذاب، الله على كل شيء قدير. ولذلك لما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، وصلى بالمسلمين صلاة طويلة، التضرع والخشوع والدعاء، حتى أذهب الله هذا التغير عن الشمس. هذا ما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وكونه يدرك بالحساب لا يمنع أن تشرع الصلاة، ولا يمنع أن يكون هذا علامة عذاب وأن يحدث معه عذاب، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وإذا غير العباد غير الله عليهم. وهذا فيه إبطال قول المنجمين
الذين يعتقدون في النجوم والكواكب أنها تتصرف في الكون، وأن الحوادث الأرضية ينسبونها إلى الأحوال الفلكية، هذا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى غير الشمس والقمر وهما أكبر الكواكب، فدل على أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ومخلوقان من مخلوقات الله تصرف فيهما كيف يشاء. إذا كان هذا في الشمس والقمر ففي غيرهما من الكواكب من باب أولى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا ينكسفان لموت أحد ولا لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فأزال صلى الله عليه وسلم عقيدة الجاهلية وشرع شريعة الإسلام عند هذا الحدث العظيم، وهو الصلاة والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا فليس موت أحد هو ناتج عن الشمس والقمر، وإنما هو من قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، بل إن الشمس والقمر لم يدفع عن أنفسهما هذا التغير. نعم، قد يخف هذا الخوف في قلوب بعض الناس نتيجة الكشوفات وحساب الكسوف، هذا عند الجهال، لكن أهل الإيمان وأهل العلم لا يخف هذا عندهم، لأنهم لا يروج عليهم مثل هذه الأفكار، لأنهم متقيدون بالشرع وبأوامر الله ورسوله. أيضا نقول هذا في صلاة الظهر عند زوال الشمس، لماذا؟ في صلاة المغرب عند غروب الشمس، في صلاة العشاء عند مغيب الشفق، في صلاة الفجر عند طلوع الفجر، فهذه مواقيت جعلها الله سبحانه وتعالى للعبادات. الكسوف من ذلك ميقات للعبادة، إذا حصل فإنها تشرع الصلاة والدعاء. نعم، هل كان أهل الحساب يعرفون أو مواقيت الكسوف من قبل، من قديم؟ من قديم، نعم، ذكرا، أي نعم، ذكر الشيخ الإسلام وغيره أن هذا يدرك بالحساب وأن سببه معروف، ولكن من هو الذي نظم هذا التنظيم؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ بلا شك. أليس الله قادر على أن يغير هذا النظام وأن يحدث في هذا الكون شيئا لا يتوقعه العباد؟ فالخوف يكون من الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نبني هذه العبادة صلاة الكسوف على قول الحسابين والفلكيين، وإنما نبنيها على الواقع. إذا رأينا الكسوف والخسوف أتينا بالصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا، فعلق صلاة الكسوف بالرؤية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني الهلال، فعلق العبادة بعلامة واضحة، ولا يبنى هذا على قول الحسابين أو قول الفلكيين، لأن بعض الجهال قد يتهيأ للصلاة أو يبدأ في الصلاة بناء على تحديد الفلكيين ولو وقبل أن يظهر الكسوف وقبل أن يظهر الكسوف، وهذا جهل ولا يجوز. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان هذا آخر ما في وقت حلقتنا من شرح صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان لكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه تحية من زميلي ناصر بن حسن الجريسي في هندسة الصوت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.